حياكم الله مشاهدينا الكرام، صبحكم الله بالخير من هنا من استديو مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وفي اليوم الخامس لعروض ميدان المهرجان مشاهدينا الكرام، افتتحنا معكم هذا المهرجان بانطلاقة فئة الفحل وانتاجه. طبعا كان افتتاحنا في يوم الثلاثاء الماضي، وكان بتحكيم فئة الفحل وانتاجه للون الشعل ثم لون المجاهيم ثم الشقح والوضح، وصولا إلى اليوم تحكيم لون الصفر فئة الفحل وانتاجه لعرضها في ميدان المهرجان وأمام لجان التحكيم. مشاهدينا الكرام، خلونا نرحب فيكم ونرحب بضيوفنا لهذا اليوم معنا في الاستديو. يتواجد معنا في هذه اللحظات سعادة الأستاذ فوزان بن حمد الماضي، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للمهرجان. أبو حمد حياك الله. أهلا وسهلا فيك. صبحك الله بالخير. صباح النور. الله يسلمك. شرفنا بحضورك وتواجدك معنا. شرف وجودكم يا طويل العمر. أيضا مشاهدينا الكرام، يتواجد معنا في هذه اللحظات المحلل عايض الهاجري أبو سلطان. حياك الله عايض. أهلا وسهلا. الله يسلمك. وأيضا يتواجد معنا في هذه اللحظات جهز بن هضيب أبو نواف. حياك الله يا جهز. جزاك الله والله يطول عمرك إن شاء الله. وأيضا يتواجد معنا حمد بن شير المري. أبو هلا حياك الله. يا مرحبا وسهلا. الله يحفظك. أيضا يتواجد معنا المحلل والإعلامي مبارك سيف الدوسري. أبو سيف حياك الله. يا مرحبا يا سعيد وإخواننا. شرفتنا بحضورك معنا أبو سيف. طبعا كما نرحب مشاهدينا الكرام بأيضا الزملاء المراسلين من منصة الملاك، الزميل سلطان العتيبي وأيضا الزميل عبد الله بن رفعان. صبحك الله بالخير. طبعا مشاهدينا الكرام، معنا اليوم اللي هو تحكيم كما ذكرنا سابقا لون الصفر فئة الفحل وانتاجه. طبعا معنا المراسلين الزملاء سلطان العتيبي. حياك الله سلطان. حياك الله يا سعيد، صبحك الله بالخير، أصبح عليك وعلى مشاهدين الكرام، مشاهدي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة هنا من منصة الملاك اليوم الخامس لأيام المهرجان. أرحب أيضا بزميلي عبد الله بن رفعان معي. بن رفعان حياك الله. عبد الله حياك الله أخوي سعيد، وحياكم الله السادة المشاهدين. احنا الان نتواجد في خيمه تواجد ملاك الابل مشاركين لمتابعه عروض الابل امام لجنه التحكيم لنرصد انطباعاتهم وتفاصيل مشاركاتهم. نتمنى ان نقدم ما يرضي المشاهد الكريم، وعوده للزميل سعيد في الاستديو. يا مرحبا حياكم الله، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. طبعا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم الاستديو مع ضيوفنا لهذه اليوم. معنا فوزان بن حمد. أبو حمد حياك الله. أهلا وسهلا فيك أبو حمد. اليوم الخامس منذ انطلاقة مهرجان الملك عبد العزيز، كيف تشوفون سير الأعمال لليوم الخامس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا لو قلت كيف سير الأعمال يمكن تصير شهادتي مجروحة في الأعمال اللي نأديها، ولكن الحمد لله أن الشهادات تجي من الناس القادمين، لأن هم اللي يهمونا ويهمنا رضاهم، يهمنا تسهيل أمورهم، ويهمنا تسهيل الإجراءات، ويهمنا تسهيل الدخول وتسهيل الخروج ابتداء من الدخول حتى يستلم حلاله في الخروج. وحريصين كل الحرص على هذا الحلال. يعني يمكن أنتم موجودين في هالمنصة ما تشوفون الحلال يعرض أمامكم، بس ما تعرفون وش الإجراءات وش الحرص اللي تتم. المجهود هذا اللي تشوفونه قدامكم هو الحلال اللي يعرض، هذا ما جاكم إلا بعد مجهود لجان كبيرة، ما جاكم إلا بعد تكاتف رجال لإخراج هذا العمل الوطني الكبير لخدمة الإبل وأهل الإبل. ابتداء من منطقة الدخول السنة هذه الكل لاحظ المسارات اللي تدخل معها الإبل وشلون سهلت الدخول، وكذلك لم تقضي على الجمهور، لأن هدفنا ما هو بالقضاء على الجمهور ولا المسيرات، هدفنا هو تنظيم هذه المسيرات. جميل. لأن أي عمل بدون جمهور يعتبر عمل فاشل، وأي هواية بدون جمهور تعتبر فاشلة ومصيرها للموت. لكن واجبنا نحافظ على هذا الجمهور ونحافظ على النظام في نفس الوقت. فكانت المسارات جميلة والكل أشاد فيها، دخول الإبل والجمهور يمين ويسار بسياراته مرافق الإبل يتفرج بكل هدوء. ويمكن انقلت لكم الوسائل الإعلام ووسائل التواصل منطقة الدخول. الإجراءات ما نبي نكرر
نحن تكلمنا عنها سابقا اجراءات اللي تتم داخل الميدان، لكن يجب ان في اشياء يعرفون ان والله نحن حريصين، انا اقولها وبكل امانه حريصين على الحلال اللي يدخل، واجزم نحن حريصين اكثر من بعض اصحاب الحلال على حلالهم. الحلال اللي بات هنا تدري ان تحت الحراسه 24 ساعه وحراسه داخل حراسه. جميل. يعني انشانا حراسه خاصه بالابل، ما يدخل اي بشر في المساء مهما كانت رتبته ومهما كانت درجته ومهما كان موقعه، ما يدخل ابدا الا باذن من الرئيس المباشر، ويعرف ليش دخل وتحت نظره. فكذلك نتابع حالة الحلال الموجودين في المراقبة الليلية، يتابعون حالة الحلال، في شيء تعب، شيء طلع عنده مشكلة، نستدعي الجهات البيطرية بأسرع وقت، وحصل أكثر من حالة في هذا الموضوع. جميل. أبو حمد، للأمانة جهود واضحة وملموسة للجميع، شهادة الجميع مجروحة في تنظيمات نادي الأبو. أبو حمد، الحدث الأهم منذ انطلاقة مهرجان الملك عبد العزيز، واليوم احنا في موسم الثالث ودورة الثالثة، اللي هو كشف أسماء العابثين، ماذا عد نادي الإبل لهذا الموضوع؟ والله يمكن لاحظتوا الإعلان اللي تم البارح من نادي الإبل، وهذه خطوة قوية جدا، وهذه خطوة أجزم أنها راح تكون رادعة لمن تسول نفسه للعبث. العبث آفة كبيرة حدثت في مجتمع أهل الإبل، وهي باختصار موضوع غش، وأي تعاملات تجارية مهما كانت غير في الإبل وغير الإبل لابد أنها يصير فيها وسائل كبيرة للغش والخداع والتضليل. جميل. كانت هالعبث دخيل على الإبل، أدى لانتشار هذه العادة السيئة اللي أثرت على سوق الإبل تأثير كبير. نجد أن أكثر الناس يعني يحكون لي شخصيا، يروحون الأسواق يقول والله صرنا نخاف نشتري، يمكن أخواني بعد ما خلص يعلقون، أخواني الموجودين معي في الاستوديو لهم خبرتهم الكبيرة ولهم نعم صحيح باع طويل في هالمجال، يقولون صرنا نتحرج أو نخاف نروح الأسواق، صرنا نخاف من العبث. نعم. لأنه صار وسيلة، حتى الواحد صار يشك في الشيء اللي ما فيه عبث. نعم. من كثر ما انتشرت هذه الآفة، وهذا أدى للكساد البيع والمشترى عن أول. من أول كنت تروح للسوق وتأخذ بكل ثقة وتشتري، لا شفت لك ناقة، شفت لك أحوار، شفت لك شيء، تعرف أن هذا شكله الطبيعي. جميل. وتشريه بدون تردد، وتشريه وانت واثق ومرتاح، لكن الآن صار في تردد وخوف، وحتى لو ما في شيء كثر السمعة أنه موجود العبث، خلى الناس اللي ما عندهم خبرة كبيرة في كشف العبث يخافون من هالموضوع. علشان كذا احنا حاولنا نادي الإبل الآن حاول، وإن شاء الله يصير له خطط مستقبلية، أنه يجفف منابع العبث، ومنابع العبث نعتبر الأسواق أنها منبع من منابع العبث. السنة هذه في السوق الموجود المصاحب المهرجان سوق الإبل، شكل لجنة من أصحاب الخبرة وشكل الأطباء لعمل دوريات ولعمل مفاجآت والدخول خلف الأبواب المغلقة، وتساندهم الجهات الأمنية للقبض على اللي يزاول العبث في السوق. بالنسبة لموضوع التشهير، هذا وسيلة من وسائل الردع الحازمة الجريئة اللي لازم نادي الإبل يتخذها، وفعلا اتخذها لردع من تسول له نفسه مستقبلا، لأن مثل ما قلت لك هذا أثر على سوق الإبل بشكل كبير. جميل. وسبب مشاكل، يعني في قضايا موجودة الآن عالقة في المحاكم سببها العبث، الواحد يشتري له ناقة، يشتري له بكرة، يتفاجأ بعد 6 شهور بعد سنة أن المشكلة ظهرت، فصارت أشغلوا المحاكم وأشغلوا أنفسهم وأشغلوا، وصار في غش وتضليل، وحتى الإنسان اللي كان فوزه فوز حقيقي
ويشتري بشراء حقيقي. جميل. يجي واحد يشتري بأقل بربع السعر اللي شرى ويسوي فيها عبث وغش. نعم. وياخذ الأول عليه، هذا يعتبر ظلم. نعم. ويعتبر شيء لا يقره النادي أبدا، والنادي ما نقول أنه والله أنه قضى 100% على العبث، ولكن نقول نحن ماشيين بطريق قوي وطريق جاد، ولا رايح نتغادل، ورايح يصير فيه خطط مستقبلية قوية في هالجانب. نعم. وإن شاء الله إن هذه الآفة نسمع أنها انتهت من هذه الهواية الجميلة. جميل أبو حمد، لمان هذه ظاهرة وآفة دخيلة على الإبل ومجتمع أهل الإبل. طبعا أبو حمد، بعض سعدنا بك في هذه اللحظات، إحنا الآن معنا العرض، بداية العرض، راح نشوف بداية العرض ومن ثم نعود معكم. سليمان وسبع وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب، صابره في القضاء وتعيش والارض شهبا، كان ربي حاطه معها على جول اكتئاب، جلسه في جهلها طب وانفرق وبا، طيبه واللي قانها بكل الجهد طب، كل ما يرفع عاده ترتفع به في نبا، والله ان المال في روسها ما هو هباب، سعرها الوفي حقيقي لا زر ولا ربا، هي عطايا الله وهي بلوة اموال الحساب، بندق ترد الهداف ما تثور في الخضا، رفرف يا راية المملكة فوق السحاب، واطرخي فوق الهبايب ولا صامت هبا، ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب، دام يصدح صوت الأذان في مسجد قباء، دام يصدح صوت الأذان في مسجد قباء، الشمل وقفا عن الدار الوفا، وصلوا عزايا لعزيز الجناف، والهبة جتهم منار ولا راحت هبا، والملك سلمان خير شمل حتى الدواب، وجه بدعم الابل دبدب العز ودبا، يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب، يا الاصيل شمال حتى الدواب، وجه ابدع مالبل دبدب العز ودبا، يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب، يا الاصل اللي على منهج اجداده وبا، حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب، ميدكم مبني وحدة مثل حد الشباب، الفخر في مهرجان المؤسس للركاب، والشرف واضح لجمع النشام في مصافحة الملك صاحب الميد المهاب، عز يا راس يشرف وفخر ما كفى، والمزاين حان لم نافس الجرد الرقاب، والنشام كل واحد من الطاله يبى، والبلال بل تنقل القمة وتشيل الذهب، الوفا مع هذاك والهفا مع هذا با، شانها فوق السحايب وهي فوق التراب، عزها الله قبل قصة سليمان وسبا، وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب، صابره في القضاء وتعيش والارض شهبا، كان ربي حاطه معها على جال اكتئاب، جلسه في جهلها طب وانفرق وبا، طيبه واللي قانها بكل الجهد طب، كل ما يرفع عاده ترتفع به في نبا، والله ان المال في روسها ما هو هباب،
صمت هذا ما يضدك هرجم بغض ولا زمرة خراب دم يصدح صوت الأذان في مسجد قبائل ظل الأخوان ينوره طلع للنور باب وابتدى للمجد يروح نقول طلع نبا وابتدى للمجد يروح نقول
يا الأصيل اللي على منهج أجداده رضا، والملك سلمان خيره شمل حتى الدوار، وجهه أبدع مالبر دبدب العز ودفاع، يا ولي العهد مشكور يا من الشباب، يا الأصيل اللي على منهج أجداده رضا، حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب، ميدكم مبني وحدة مثل حد الشباب، الفخر في مهرجان المؤسس للركاب، والشرف واضح لجمع النشام ما غضى في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب، عز يا راس يشرف وفخر ما كفى، والمزاين حان المنافس الجرد الرقاب، والنشام كل واحد من الطوى يبا، والبلال بل تنقل القمة
له حساب ميدكم مبني وحدة مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعان نشامة ما غضى في مصافحة الملك صاحب
الشمل وقفة عن الدهر وقفة وصلوا عز عيا لعزيزين الجناف والهبة جتهم من الله ولو راحت هبة والملك سلمان خير حشمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودبا يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل شمال حتى الدوار وجه ابدع مال ابل دبدب العز ودفاع يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصل اللي على منهج اجداده وفاع حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب ميدكم مبني وحده مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشام سليمان وسبع وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القيض وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جالك تاب جلسه في جهلها طبه وانفرق وبا طيبه واللي قناها بكل الجهد طاب كل ما يرفع عاده ترتفع به في نبا والله ان المال في راسها ما هو سعرها الوافي حقيقي لا زور ولا ربا هي عطايا الله وهي بلوة أموال الحساب بندق ترد الهدف ما تثور في الخضة رفرفي يا راية المملكة فوق الساحة واطرخي فوق الهضة يا ضلال خصمت هذا ما يضدك هرجم أبغض صوت الأذان في مسجد قبا بيض الأخوان نوره طلع للنور باب وابتدى للمجد رونق والطلع نبا وابتدى للمجد رونق والطلع نبا رفرف يا راية المملكة فوق السحاب واطرخي فوق الهبايب ولا صمت هبا ما الشمل وقفة عن الدار الوفا وصلوا عز عيا لعزيزين الجناف والهبة جتهم من الله ولا راحت هبة والملك سلمان خير حشمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودبا يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل اللي على منهج اجداده
نبا وابتدى للمجد روح نقول الطال نبا رفرف يا راية المملكة فوق السحاب وطرخي فوق الهبايب ولا صامت هبا ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الأداء نفي مسجد قبا دام يصدح صوت الأداء الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعة نشامة ما بابا في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كبا والمزاين حنالم نافس الجرد الرقاب والنشامة كل واحد من الطواه يبا والبلال بل تنقل القمة وتشيل الزهاب سليمان وسبا وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القضاء وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جول اكتئب جلسه في جالها طبطه وانفرق وبا طيبه واللي قانها بكل الجهد طب كل ما يرفع عاده ترتفع به في نبا والله ان المال في راسها ما هو سعرها الوفي حقيقي لا
شمل حتى الدوار وجهه بدع مال بر دبدب العز ودفاع يا ولي العهد مشك ورياح من الشباب يا الاصل اللي على منهج اجداده وباع حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب ميدكم مبني وحدة مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشامة ما ضاع في مصافحة الملك صاحب الميد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاين حان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة يا ابو
سليمان وسبع وفوقها شار النبي وابتدى الدين الصواب صبره في القضاء وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جول اكتئب جلسه في جهلها طب وانفرق وبا طيبه واللي قناها بكل الجهد طب كل ما يرفع عاده ترتفع به في نبا والله ان المال في راسها ما هو هضب سعرها الوفي حقيقي لا زر ولا ربا هي عطايا الله وهي بلوه اموال الحساب بندق ترد الهداف ما تثور في الخضا رفرف يا رايه المملكه فوق السحاب واطرخي فوق الهبايب ولا صامت هبا ما يضدك هرقى مبغض ولا زمره خراب دام يصدح صوت الاذان في مسجد قبا دام يصدح صوت الاذان في مسجد قبا الشمل وقفة عن الدار الوفا وصلوا عزايا لعزيزين الجناف والهبة جتهم منار ولا راحت هبة والملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودبا يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل اللي على منهج اجداده رضا والملك سلمان خير شمل حتى الدواب وجه ابدع مالبل دبدب العز ودبا يا ولي العهد مشكور يا امير الشباب يا الاصل اللي على منهج اجداده رضا حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب ميدكم مبني وحدا مثل حد الشباب الفخر في مهرجان أسس للركاب والشرف واضح لجمع النشام ما غضى في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاين حان لم نافس الجرد الرقاب والنشام ما كل واحد من الطالة يفى والبلال بل تنقل القمة وتشيل الزهاب الوفا معها
الشمل وقفة عن الدار الوفاء وصلوا عز عيا لعزيز الجناف والهبة جتهم من الله ولا راحت هبة والملك سلمان خير احشمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودفا يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعة نشامة ما غضى في مصافحة الملك صاحب المجد المحاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاير حان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة سليمان وسبع وفوقها شار النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القضاء وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جال اكتئاب جلسه في جالها طب وانفرق وبا طيبه واللي قناها بكل الجهد طب كل ما يرفع عاده ترتفع به في نبا والله ان المال في راسها ما هو سعرها الوفي حقيقي لا زارونا ربا هي عطايا الله وهي بلوة أموال الحساب بندق ترد الهداف ما تثور في الخضاء رفرف يا راية المملكة فوق السحاب وطرخي فوق الهبايب والأخصام تهبا ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب دم يصدح صوت الأذان في مسجد قبا دم لا دهن في مسجد قبا في ظل الاخوان نوم راح طلع لنا وربا وابتدى للمقرب نقوى للطلع نبا من معزي لنسال من حل الصعاب والبلد في طلعهم من الجبل اليضبا والبلد في طلعهم من الجبل اليضبا بعد وحدها معزي على شرع الكتاب رددت للعز في الشمل وقفة عن الدار الوفا وصلوا عز عيا لعزيزين الجناف والهبة جتهم من الله ولا راحت هبة والملك سلمان خير احشمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودفا يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل اللي على شمل حتى الدواب وجه بدع مالبل دبدب العز ودفا يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل اللي على منهج أجداده وفا حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب ميدكم مبني وحده مثل حد الشفا الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمعة نشامة ما غضى في مصافحة الملك صاحب المجد المحاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاير حان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة كل واحد من الطلع يفى والبلال بل تنقل القمة وتشيل الذهب الوفا مع هذاك والهفا مع غضب شانها فوق السحايب وهي فوق التراب عزها الله قبل قصة سليمان وسبع وفوقها شار النبي
المملكة فوق السحاب واطرخي فوق الهبايب ولا خصمت هذا ما يضدك هرجم ابغض ولا زمرة خراب دم يصدح صوت الأذان في مسجد قبا بيض الأخوان نوره طلع لنا ورباب وابتدى المجد رونق والطلع نبا وابتدى للمجد رونق والطلع نبا رفرف يا راية المملكة فوق السحاب واطرخي فوق الهبايب ولا صمت هبا ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الأذان في مسجد قبا دام يصدح صوت الأذان في مسجد قبا شمال حتى الدواب وجه ابدع مال بل دبدب العز ودبا يا ولي العهد مشكور يا من الشباب يا لصلي على منهج اجداد هوبا حرصكم دايم نجلة ويحسب له حساب ميتكم مبني وحدة مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع نشام في مصافحة الملك صاحب المجد المحاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزايل حان نافس الجرد الرقاب والنشام كل واحد من الطواه يبى والبلال بل تنقل القمة وتشيل الذهب الوفا مع هذاك والهفا مع هذا شانها فوق السحايب وهي فوق سليمان وسبا وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القضاء وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطة معها على جال اكتئب جلسة في جالها طب وانفرق وبا طيبة واللي قانها بكل الجهد طب كل ما يرفع عادة ترتفع به في نبا والله ان المال في روسها ما هو هباب سعرها الوفي حقيقي لا زرنا ربا هي عطايا الله وهي بلوة تمول الحساب بندق انت الهداف ما تثور في الخضا رفرف يا راية المملكة فوق السحاب واطرخي فوق الهبايب ولا صامت هبا ما يضدك هرقة مبغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الأذان في مسجد قبا دام يصدح صوت الأذان في مسجد قبا بيض الأخوان نور راح طلع لنا ورباب وابتدى للمجد رونق ولا طلع نبا من معزي لنسال من حلا
الزهاب مجدكم مبني وحدة مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشامة ما غضى في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشامة ما غضى في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزايا الحان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة كل واحد من الطواه يفى والبلال بل تنقل القمة وتشيل الزهاب
الشمل وقفا عن الدار الوفا وصلوا عز عيا لعزيزين الجناف والهبة جتهم منار وولو راحت هبا والملك سلمان خير حشمل حتى الدواب وجه بدع مال بل دبدب العز ودبا يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصيل شمال حتى الدواب وجهه بدع مال بل دبدب العز ودفاع يا ولي العهد مشكور يا أمير الشباب يا الأصل اللي على منهج أجداده وباع حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب ميدكم مبني وحدة مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع نشامة مرضى في مصافحة الملك صاحب الميد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاين حان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة كل واحد من الطاوه يفى والبلال بل تنقل القمة وتشيل الذهب الوفا مع هذاك والهفا مع هذا با شانها فوق السحاب وهي فوق التراب عزها الله قبل قصة سليمان وسبا وفوقها شال النبي وابتدى الدين الصواب صابره في القيض وتعيش والارض شهبا كان ربي حاطه معها على جالك تاب جلسة في جهلها طبا وانفرق وبا طيبه واللي قانها بكل الجهد طاب كل ما يرفع عادة ترتفع به في نبا والله ان المال في روسها ما هو هباب سعرها الوفي حقيقي لا زر ولا ربا هي عطايا الله وهي بلوة اموال الحساب بندق انت ارد الهدف ما تثور في الخضة رفرفي يا راية المملكة فوق الساحة واطرخي فوق الهضة يبغى الاخصام هذا ما يضدك هرجم ابغض ولا زمرة خراب دام يصدح صوت الاذان في مسجد قبا بيض الاخوان نوره طلع للنور باب وابتدى للمجد رونق والطلع نبا وابتدى للمجد رونق ولا صامت هبا ما يضدك هرقم بغض ولا
الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشامى ما غضى في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاين حان لم نافس الجرد الرقاب والنشامى يا لصيل اللي على منهج اجداد.
شمل حتى الدواب وجه ابدع مال ابن دبدب العز ودفاع يا ولي العهد مشكور يا من الشباب يا الاصلي على منهج اجداده وضاع حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب ميتكم مبني وحدا مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع نشامه ما ضاع في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاين حان المنافس الجرد الرقاب والنشامه كل واحد من الطاوه يفى والبلال بل تنقل القمه وتشيل الذهب الوفا مع هذاك والهفا مع هذا ضاع شانها فوق السحايب وهي فوق التراب عزها الله قبل قصة سليمان ميتكم مبني وحدا مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشام ما ضاع في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب عز يا راس يشرف وفخر ما كفى والمزاين حان المنافس الجرد الرقاب والنشام كل واحد من صح.
مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من هنا من استديو مهرجان الملك عبد العزيز بعد ما شاهدنا وياكم عرض هذا اليوم لشوط الفحل وانتاجه لون الصفر. طبعا كنا معكم قبل نطلع على الميدان وقبل نطلع على التحكيم لون الصفر فئة الفحل وانتاجه، كان معنا الأستاذ فوزان بن حمد الماضي، تكلمنا عن موضوع مهم اللي هو موضوع العبث والإجراءات المعدة في هذا الموضوع، راح إن شاء الله نناقشها بإذن الله مع محللنا لهذا اليوم. طبعا مشاهدينا الكرام، نرحب في المحللين معنا في الاستديو لهذا اليوم، المحلل عايض الهاجري وأيضا حمد المري وأيضا جاهز بن هضيب والزميل مبارك سيف، وبداية مع المحلل مبارك سيف الدوسري. أبو سيف حياك الله. حييك وطول عمرك، حي المشاهدين وخيانا وجميع المشاركين في هالمهرجان الجميل اللي كلنا طبعا شوق له حتى وصلنا الى انطلاقته في هذا العام. مبارك، شفنا عرض اليوم، عرض الفحل وانتاجه لون الصفر، مرياتك؟ والله شوف، انا اعتبر ان المشاركين اليوم انهم في قمة التنافس. نعم. ولا كان لازم يفهم المشارك في التحليل الاستديو ويتقبل كل شيء، لأننا كلنا فائزين طبعا. أن كنا نطالب في نادي ليبل، وبعد ما جاني نادي ليبل شفنا وش الخطوات اللي قام بها نادي ليبل في السنة هذه، خاصة بعد ما استلم المهرجان بشكل رسمي. طبعا أول من استخدم المفاهيم التقارب في التحليل هم اليونان، ثم الهند، ثم الأوروبيين في حوالي القرن 17، يعني واصبحت عملية ناجحة متقبلة عند كل الجميع. جميل. احنا اولى بالشيء هذا، ان نتقبل النقد او التحليل اللي مثل تحليل النشامة، اهل النظر اللي شافوا، والحكم عند اللجنة. اليوم شفنا طبعا المشاركين اللي دخلوا هالميدان كلهم فايزين، وهناك تنافس قوي بين الفحول وانتاجها. طبعا انا ما اعرف المعايير اللي عند اللجنه، الا انهم قالوا النشامه انها 50 على الانتاج و50 على الفحل. فاليوم هناك تنافس قوي بين المشاركين. وطبعا لون الصفر لون مميز، ومن المشاركين طبعا نور المهرجان اللي هو دبيان شايبنا، ونور المهرجان اللي من بدا مهرجان جلسه الملك عبد العزيز، وانا نفرح به ونشوفه ومشاركاته فعاله وجميع المشاركين. لكن دائما الكبير له قدر، وكبار السن نجلهم ونقدرهم ونعتز فيهم، ان نشوفهم مشاركين يتنافسون مثل دبيان ومثل قعيد ومثل نشام اللي معهم كلهم بدون تقصير. فالمنافسه قويه وهم كلهم اعطيهم الاول المشاركين اليوم. يعني ما في اختلاف؟ والله شوف، لما تدخل نظرك الحلال تشوف فيه اختلافات، لكن المعايير عند اللجنه. انا ممكن لي نظرة واحدة أو للناس نظرات. مبارك، أنت عندك علوم وعندك ترشيحات اليوم نبي نسمعها، لكن قبل نسمعها عندنا أيضا الزميل عبد الله بن رفعان، ومع منصة الملاك معنا اسم كبير جدا، قعيد الشلاحي، أحد المشاركين اليوم معنا في شوط الفحل وإنتاجه لون صفر. خلونا نشوف كلامه ثم نعود إليه. شكرا للزملاء في الاستديو. في هذه اللحظات يتواجد معي مالك الابل قعيد الشلاحي. مرحبا ابو منصور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو منصور، غيابك عن المياه هذا الموسم، السبب؟ والله الحمد لله احنا ان شاء الله واثقين بنفسنا، ما في كلام، لكن ان شاء الله السنه الجايه، ان شاء الله السنه ذي صار عندنا ضراب اولاد الله، وشاركنا بالفحل وبناته والفرديات والجايات اكثر من رايحات ان شاء الله. ابو منصور، هل مشاركتك بالفحل وانتاجه تعتبرها مرضيه لك ولجمهورك؟ بالنسبه لي انا مرضيه، على ما جمهوري لا، يبون طعم كلبي. نعم. وانا ان شاء الله السنه الجايه. طيب، كيف تشوف عرض الفحل وانتاجه اليوم؟ العرض جميل كله، لي ولزملائي. وش ترشح نفسك من بينهم؟ والله انا ما ارشح نفسي، اللجنه يترشح. أنا ما رشح نفسي الأول إن شاء الله. أنا ما أقول الأول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، أخوانا كلهم زملانا يستحقون كل شيء، واللجنة رأيها فوق الجميع. أبو منصور، بعت عدد من صدر البل على دبوس الدبوس، هل هو صحيح؟ لا صحيح الكلام ذا،
لا صحيح الكلام هذا ولا اني بايع، حتى لو يحط الناقة 20 مليون وياك. طيب منصور، وش تعد جمهور المتحديات وش تعد منافسينك في السنوات القادمة؟ منافسين اخواني وزملائي ومن قبالي فيهم خير، ولا اقول فيهم الا كل خير، ومن حصل شيء نستاهله. نعم تستاهل. شكرا لك ابو منصور. هلا والله، سهلا مرحبا. عودة أحلى الزملاء في الاستديو. شكرا زميلنا عبد الله بن رفعان، شكرا ايضا لمالك الابل قعيد الشلاحي على كلامه الطيب. عودة الى زميلنا مبارك. مبارك، سمعنا كلام قعيد الشلاحي، تعليقك؟ سمعنا كلام قعيد الشلاحي وكلام جميل ومشارك مشاركه فعاله بالفحل العرنون، والعرنون ولد المتحدي يعني استالات جميله. نعم. كلها ونادره، ونتمنى له التوفيق وجميع المشاركين. وطبعا اليوم شفنا وشفتوا وشافوا المشاركين وشافوا لجان التحكيم هالمشاركات الجميلة من الصفر. الصفر ترى لها رونق خاص، خذت من المجهم الكبر، وخذت من المغتر الجمال والخفة، وخذت يعني مواصفات الصفر. الله يعين لجنة التحكيم. اليوم لما تقيس الفحل وتقول الفحل هذا طفاحة لحيه وراسه ماشي مثلها، ويجيك الثاني فيه مواصفات متفوق عليها، فوالله انك تحتار اليوم في هالمواصفات الجماليه اللي شفناها في هالميدان. جميل، نرجع لك ان شاء الله يا مبارك. معنا جاهز بن هضيب، جاهز اليوم صار معنا عرض لسبعه متاهلين للعرض امام لجان التحكيم في ميدان العرض. انطباعك ورايك عن عرض اليوم؟ اقول ما شاء الله تبارك الرحمن، عرض اليوم قوي جدا، ولون الصفر معودا دائما جمهوره ومحبينه بقوة المشاركة، بقوة جميل. الجمال جميل لون الصفر. فاليوم المشاركين السبعة كلهم أعلام في لون الصفر، وكلهم قويين جدا، وكلهم يتنافسون، وفيهم اثنين أقول ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعين هل الصفر عليهم. نعم. اثنين نعم. قويين جدا وكلهم قويين، وكلهم يتنافسون. يعني جهز كلامك، اثنين يتنافسون على المركز الأول؟ نعم نعم، فيهم جميل. اثنين يتنافسون، وكل ابوهم السبعه اللي دخلوا وعرضوا امامنا اليوم كلهم قويين جدا. نعم. والله يوفقهم واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. طيب معنا حمد بن شير المري. حمد حياك الله. يا مرحبا ومسهلا. عرض اليوم سبع اشخاص وسبع مشاركين في ميدان العرض، طباعك ورايك وتحليلك عن شوط اليوم. والله احنا على ما قال سبقونا اخويانا بالتحليل وبيض الله وجيههم، وتحليل سبع ارقام اليوم شفنا صراحه منافسه، وشفنا جمال، والله يوفق المشاركين، وشفنا تنافس، وشفنا اجتهاد من لجان التحكيم، وهذا اندل فيدل على اجتهاد المهرجان ككل. نعم حمد، قوة المنافسة اليوم في الشوط الفحل النتاجي وين تشوفها؟ والله قوي الشوط، وفيه على ما قال منافسة قوية على رقم واحد واثنين. نعم. والثالث ما على ما قال ما يستقل من اللي قبله. نعم. والرابع والخامس، وانا اعتبر ان السبعه كلهم فايزين في جميع الفئات. نعم. السبعه، لان السبعه من اصل، ما هم السبعه جايين لحالهم، من اصل 20، من اصل 15، من اصل 30، من اصل 28، من اصل، فيؤخذ منها نخبه سبعه، فالسبعه كلها فايزه. جميل صحيح. حمد، انت قلت واحد اثنين مرشحين الاول، في تصريح بالاسم؟ والله احنا حسب ما نرى، والقرار الاول والنهائي عند الله. طبعا هذه اراء محللين. نعم. معنا في الاستديو توقعات. نعم صحيح، احنا الاراء نبدي اراءنا ونحترمهم كلهم على الراس والعين، ولكن حسب ما نرى والقرار الاول والاخير عند اللجنه. صحيح. ان دبيان وقعيد متنافسين على رقم واحد. نعم. نسال الله لهم التوفيق وللجنه الصواب. نعم. معنا ايضا المحلل العايض الهاجري ابو سلطان. أبو سلطان حياك الله، اليوم عرض معنا في ميدان التحكيم سبعة مشاركين، للأمانة كلهم أسماء قوية وأسماء كبيرة، تحيلك ورايك أبو سلطان. أولا حقيقة أهنيهم على هالجمال اللي شفناه، ألف حلو وإنتاجه، وهذا شيء حقيقة يشكرون عليه من احتفظوا في الفحول والإنتاج. نعم. يمتعون الجمهور. جميل. العرض اليوم جميل، والبعارين الحقيقة والإنتاج تنافسه بشدة. نعم. يمكن يتميز بعض منها. نعم. عن الآخر، ولكن تماسك البعارين والإنتاج نشيط. نعم. وجيد، والتحكيم النهائي للجنة طبعا. صحيح.
صحيح، هذه آراء ودي وجهة نظر اللي يشوفها، آراء وتوقعات من محللينا لهذا اليوم حول شوط اليوم. مبارك، نادي الإبل هذا العام افتتحوا شوط الفحل المنتاج لأول سنة طبق في مهرجان الملك عبد العزيز دورته الثالثة، كيف شفت افتتاح هذا الفحل في هذه الدورة؟ أول شيء نادي الإبل هذا اللي كنا نطالب به من مدى 17 سنة أو 16 سنة، وأنتم تعرفون وكل ملاك الإبل يعرفون، وكان هذا أمل المشارك في المهرجانات وأمل مالك الإبل وأمل الإعلامي وأمل لأنه يبنى على نادي الإبل شيء كبير، وحصل الحمد لله والشكر لله. طبعاً إن شفنا نادي الإبل السنة هذه يوم استلم المهرجان وش اللي حصل؟ لو تشوف المداخل البوابات تشوف شيء جميل، إن البوابة أكثر من كيلوين تدخل معها المنقية محفوظة ولا حديقيها، وجمهورها يطلعها من وراء الشبوك محفوظة. لو تشوف أهمية نادي الإبل مثل ما ذكر المتحدث الرسمي في تسهيل، يعني ذكر المتحدث الرسمي تسهيل على المشاركين، طبعاً تسهيل الإجراءات، يعني المشارك جاي من دفع وجاي بحلاله وجاي من رغبة حلاله، فهم راعين للجانب هذا مشكورين. نادي الإبل إن شاء الله إن يسوي للمشاركين وللملاك الإبل وللزوار ولهالمهرجان شيء ما بعد حصل، لكن حنا نتطلع عليه أكبر، حنا نبغى العالمية. يا سلام، حنا ما يقتصر مهرجاننا على مزايا الإبل أو مزايا في حلو إنتاجه، صحيح حنا ودنا نفتح النافذة العالمية، ودنا مهرجاننا يصير عالمي. في يوم من الأيام كنا نتناقش أنا ويا مجموعة معي ونتكلم في سوق عكاظ، سوق عكاظ ونقارنها بهالمهرجان اللي لنا فيه. سوق عكاظ في الجاهلية ثم في صدر الإسلام انتشر انتشاره واسع ولا زالت أصداه موجودة اللي هالوقت. وش اللي نشره؟ الإعلام، إعلامهم ويش كان الشعراء، كان الشعراء يجون بمعلقاتهم والخطبة انتشر. الحين عندنا وسائل إعلام الحمد لله والشكر لله مفتوح إن الفضاء لنا، احنا نبي العالميه لمهرجاننا، نبي مهرجاننا ما دام انه اصبح موقع رسمي سنوي تجمع ثقافي وحضاري وتجاري وتعارفي كذلك، فحنا نطمع الى العالميه في هالمهرجان اللي يشتمل على كل شيء. اول شيء باسم المؤسس، مهرجان باسم المؤسس، نعم مستلمه نادي الإبل، اعضاء فعالين، مشاركين فعالين، جهات اعلاميه فعاله، يعني شيء يشرح الصدر. اللي ذكر المتحدث اليوم ان هناك حراسه على حراسه مشدده، طبعا مالك الإبل هذا اللي هو يبي لما اجيب نخبه ابلي واسلمها اللجان ويستقبلوني اطمن على لان اذا المشاركين، انا كنت في البوابه كل يوم وانا في البوابه اسجل بطاقات المشاركين، اذا جاء البوابه قالوا ممنوع تدخل، مستلمها رجال ثقات حتى اعلافها ينشدونها وش تعلف حلال، يعني سير اعمال منظمه، سير عمل منظم جميل، حراسه على حراسه، هذا المطلوب من نادي الإبل ومن اللجان صراحة. يعني يطمن النادي يطمن المشارك فيه على حلاله. كذلك ذكر المتحدث العقوبات الصادره على العابثين. طيب يا مبارك، ان شاء الله المحور هذا راح نتطرق له وراح نتطرق له ايضا بعمق كبير، لكن الآن احنا المشاركين معنا نبغى نسمع آراهم، نبغى نسمع أيضا انطباعاتهم، نبغى نسمع اقتراحاتهم وانطباعهم حول مشاركتهم. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى زميلنا سلطان العتيبي ومع المشارك سلطان بن رحيم السبيعي. شكرا لك سعيد، مرة أخرى من منصة الملاك التحق بنا الآن مالك الإبل المعروف علوش بن بيان السبيعي. أبو دبيان رحب فيك، اليوم العرض كبير والفحل وانتاجه، المشاركة باسم الوالد الله يطول في عمره، كيف شفت انت العرض بشكل عام اليوم؟ العرض والله الحمد عرض جيد وطيب وحلال قوي في هالميدان والله يوفقهم. طيب ابو دبيان، ايش تقييمك انت لمشاركة بنات سلطان الصفر اليوم؟ والله انا سعيد من بنات سلطان الصفر، الميادين اليوم كلها بنات سلطان الصفر، وهذا انا اعتبر اليوم فايز. جميل، طيب خليني اسالك شوي عما سبب تراجعكم المشاركه في المياه. والله تراجعنا نبي يطول عمرك، لان اساس الانتاج عندنا واساس التلاد عندنا هنا، ونبي نوري الجمهور ونوري اللي في الميادين. جميل، سلطان الصفر يعتبر ماركه في الصفر في البل، ادخلت اليوم سلالات جديده؟ ادخلنا طال عمرك واحد من عياله،
اليوم مشارك واحد من عيال سلطان الصفر في الميدان. السنة اللي راحت ما شاركتوا أنتم في الفحل، السنة هذه شاركتوا، مش اللي تغير بالنسبة لكم أنتم؟ والله نبي نوري طال عمرك هذا نادي طيب، ونبي نوري الجماهير ونوريهم سلالة سلطان الصفر. طيب اليوم خامس أيام المهرجان، وش اللي لفت نظرك في المهرجان وش اللي تغير عن المواسم اللي راحت والسنة ذي؟ والله عينا الترتيب طيب ومرتاحين، والحلال مرتب زين، والله يوفق العاملين عليها، والله يوفق الإدارة اللي عملت هالنظام الطيب. وش سبب تراجع شوط المية عندكم بالنسبة لكم أنتم إلى شوط العشرين، إلى شوط الانتاج في العشرين؟ والله التراجع طال عمرك، بس نبي نوضح طال عمرك أن التلاد عندنا قوي ومنافسين قويين، وبنبي المشجعين واللي في الميادين يشوفوا، ولا إن شاء الله مستعدين لنا. يعني لكم عودة في النسخة المقبلة أنكم تشاركون في المياه؟ والله إن الهراد إن شاء الله إن مستعدين بالجاهزة، المياه جاهزة، بس نبي نوري طال عمرك في الميادين أن التلاد قوي عندنا، ونوريهم الإنتاج اللي عندنا. وياك هالوجه. نعم سعيد، كان هذا حديث مالك الإبل المعروف علوش بن دبيان السبيعي من منصة الملاك. ارجع لك الآن بالصوت والصورة يا سعيد. حياك الله سلطان، شكرا لك، شكرا لضيفك علوش بن دبيان بن معيض السبيعي. طبعا علوش أحد المشاركين، والده اليوم عرض معنا فحل وانتاج لون صفر، رسالة توفيق. طبعا إن شاء الله بعد قليل بعد لحظات راح يشاركون معنا المشارك سلطان بن رحيمة، لكن قبل نأخذ لقاء سلطان نرجع للمحلل جهز. جهز حياك الله. جهز قبل نطلع فاصل لقاء، كان معنا أيضا سؤال عن افتتاح شوط الفحل وانتاجه هذا العام من قبل نادي الإبل، ما مدى تأثيره على الملاك وعلى السوق، حركة السوق؟ شوط الفحل وانتاجه من أهم الأشواط. جميل. لأن الإبل ركيزتها الفحل، الفحل هو اللي عمر الإبل، أيه، وهو اللي قدم الإبل، والفحل هو ركيزة الإبل في نعم الشوط وفي الجمال. نعم. ويستحق الجائزة الفحل وانتاجه. وفي السوق اللي ما معه فحل طيب يسعى الحين يشري فحل طيب، ويشري من الناس المشاركين قعود طيب، ويهتم في إبله ويزين سلالاتها، فله تأثير قوي. نعم. في المهرجان تأثير أيضا في 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 ارتفاع السواد، في ارتفاع السوق، في ارتفاع القعود. يا من يجي تسأل عن القعود وش ساسه وش أصله، لأني عارف إن أبوه وساسه وصل وشريه. نعم. عشان أبيعه. نعم. للأمانة كان في مطالبات كبيرة في أيضا استحداث شوط الفحل وانتاجه، نادي الإبل ما قصر يعطيهم العافية على رأس اللجان العليا ويرسهم الشيخ فهد بن فلاح بيض الله وجيههم على افتتاح هذا الشوط. طبعا احنا الآن برضو نبغى نسمع لأراء أيضا المشاركين معنا. من اللي معنا يا شباب؟ طبعا لحظات إن شاء الله راح يكون معنا أيضا المالك، وراح نسمع أيضا لقاءه وانطباعه. حمد، حمد انطباعك عن افتتاح شوط الفحل وانتاجه في المهرجان هذا العام؟ والله كنا نتمناه من وقت، والله الفحل وانتاجه. نعم. الفحل وانتاجه هو أساس الإبل، نشكرهم شكرا جزيلا، ونتمنى منهم الاستمرارية. نعم. لأن الفحل وانتاجه هو العنصر الأهم لمالك الإبل. نعم. لو تشري اليوم والليلة واليوم والليلة وأنت ما عندك فحل، مشتراك رايح يتراجع. جميل. فالفحل هو العنصر الأساسي لمالك الإبل، واستفدنا منه المشاركين أن طول الله عمرك السبعة المتأهلين بتروح الناس تسأل عن سلالاتهم. جميل. تسأل عن سلالات الفحول وتشتري قعدان وترفع السوق، وهذا كله يحسب لنادي الإبل والقائمين عليه، وجزاهم الله خير، ونتمنى منهم استمرارية هذا الشوط. أيضا أنه سبب أن أغلب الملاك وأهل الإبل راح يبحث عن سلالات قوية. نعم. ولها تاريخ. نعم. وراح يشتريها. نعم. وراح تدفع أيضا أسعار الفحول. نعم. هذه من فوائد أيضا هذا الشوط. عايض الهاجري، عايض رأيك عن انطلاق الفحل وانتاجه هذا الشوط؟ والله أنا أقول أن الانتاج والفحل من أساسيات الإبل. جميل. وأنصح أن جميع شخص بيطور إبله عليه بشراء. جميل. من إنتاج هالفحول اللي عرضت أمامنا، لأن هذه هي خلاصة الفحول في المملكة. جميل. خصوصا اللون الصفر. نعم. وهذا شيء جيد، وفكرة الفحل وإنتاجه أنا أقول لهم يشكرون عليها. نعم. وكانت
من الافضل يعني من اعمق السلالات اللون الصفر في الفحل انتاجه. صحيح. بالنسبة زي بعير دبيان والبعير البعيد والبعارين اللي عرضت هذه لها باع طويل في السوق. اي نعم. وسمعتها ومستواها في المزاين. اي نعم. ورفعت قيمة البل سمعتها الحقيقة كل انها الحين بيتوجه بيشتري منها الاشخاص. اي نعم. اللي تعرض امامنا. اي نعم. طبعا مشاهدينا الكرام حنا اليوم في التذكير اليوم الخامس منذ انطلاقة المهرجان. افتتح هذا المهرجان بفئة الفحل وانتاجه. طبعا بداية مع الفحل وانتاجه لون المجاهيم ومن ثم الشقح ومن ثم الوضح وأيضا وصولا اليوم بلون الصفر. مبارك تحريرك على الأشواط السابقة وصولا بفئة اليوم. طبعا مثل ما أسلفت الافتتاح صار بالشعل الشعل ولا يعني نشاهد أن كل لون فيه سبعة مشاركين أو متاهلين. جميل. لكن أنا كنت في البوابة واللي شارك من الشعل يبدو لي والله ما بذكر لكن أعداد كبيرة ولا يعني إن الأعداد الكبيرة هذه إنها سملة كلهم متاهلين يشهد الله. جميل. المجاهيم 38 المشاركين فيها. أنا أذكر اللي أمس اللي هي الحمر 18 مشارك. أخذ منهم سبعة وأخذ منهم سبعة اللي شارك 20 واللي 30 واللي 25 من هالفحول. والفحل مثل ما قالوا أخواني أن الفحل هو عمود المراح. نعم. هذا طبعا مبارك اللي هو عدد المشاركين الدخول في البوابات اللي دخلوا. نعم. من اغلب المشاهدين يفكر ان بس العدد المشاركين انهم السبعة اليوم. لا, لا هذا غير لا صحيح. لا. عدد المشاركين اعداد كبيره. اللجان الخارجيه تاهل سبعه متاهلين لعرض امام لجنه التحكيم وفي الميدان. تفضل مبارك. المتاهلين سبعه. نعم. من 38 فحل كلها منافسه. مظهر. كلها لما تقف عندها بتعطيها الاول كلها. نعم. لذلك يتخذ منها او يتاهل منها سبعه من كل لون ومن كل فئه. جميل. معنى ذلك ما يعني ذلك مهم يتصفون بمواصفات جمال للمشاركه ولكن نافسه ودخلوا ولكن لجنه التحكيم عندها معايير وعندهم معايير يتخذون عليها او يختارون عليها المتاهله. فانا يعني حسب كلام المشاركين عندي في خيمه الملاك في البوابه يعني يطلبون ان المشارك اللي دخل وحكمته لجنه التحكيم او وقفت عليه داخل الميدان انه يصرف له حتى لو شهاده مشاركه. نعم. تثبت وجوده لان هذا ما جرى الفحل وشل انتاجه وشل فحله وجهزه وجاء وشارك الا وهو شايف ان بعيره منافس وحلاله منافس وانتاجه منافس. هذه نقطه ودنا نادي الابل ينظر فيها بعين الاعتبار لأنه مطلب الجميع. نعم. يستهلون حقيقة. مجرد تسجيل المشارك في هذه الجائزة في المسمى الغالي جائزة الملك عبد العزيز هذا يعتبر أيضا تكريم بحد ذاته ويعتبر فوز أيضا بحد ذاته. طبعا أخوي جهز كان معنا قبل نطلع العرض كان معنا الأستاذ فوزان بن حمد الماضي تكلم عن آفة كبيرة وآفة خطيرة على مجتمع الإبل ودخيلة للأمانة على الإبل وأهل الإبل اللي هي آفة العبث والغش. آفة العبث والغش آفة خطيرة جدا ويجب أخذ الاعتبار فيها. جميل. محاربتها من الأسواق محاربتها من ملاك الإبل لأنها آفة خطيرة جدا. نعم. فيغشون في الإبل بالتمسيس. نعم. يغشون في الأبر. جاهز. متى أول حالات سمعتها عن العبث تاريخها؟ والله يمكن قبل 4 سنين أو 5 سنين قريبة الحالة هاي ظهرت يعني حالة حديثة يعني. أول ما بدأت يمكن في الأسواق. جميل. ثم انتقلت للمهرجان. جميل. ونشكر اللجان القائمة على العبث. ايه. نشكرهم على جهودهم اللي يقومون بها. ايه. ونسأل التوفيق للجميع. نعم. حمد سام طال عمرك. العبث وآفة العبث. والله العبث حنا يا ملاك البل أكثر ما نعاني منه العبث وأكثر. نعم. ما واجهتنا مشاكل في العبث. نعم. أنا أتكلم عن نفسي ومعي ناس حتى لو ما هم موجودين أنا أعرف أنهم مشكلتهم المشكلة هذه. أنا كنت في سوق الإبل. جميل. في السوق نشتري ونبيع ونوصل إلى نشتري بالمليون بالثمان بالخمس وصراحة كنا مطمئنين. هنا. نشتري ونبيع ومبسوطين. هنا. وأنا لي 6 سنوات يعني انقطعت من السوق. طيب الأسباب؟ الأسباب العبث. العبث منعنا من السوق ولا عاد والله تجرينا على الأسواق. أما طول الله عمرك رجعت في خسارة ولا رجعت في مشكلة مع اللي أنت مشتري منه فتغنينا من هذا الموضوع. ولكن
نسأل الله عز وجل أن الله يوفقهم اللي قاموا على الجهود اللي شفناها وحاربوا العبث، ونتمنى لهم إن شاء الله أنهم يقضون على العبث إلى جذوره. نعم طبعا عايض الهاجري، عايض كان معنا المتحدث الرسمي للمهرجان ووضح خطورة العبث، ما مدى تأثيره على الملاك وعلى أيضا المشاركات والمنافسات في مثل هذه المهرجانات؟ والله بالنسبة للعبث مشكلته طويلة حريرة. أولا بالنسبة للعبث يجب أنه يوقف عند حده عقوبة رادعة اللي هي غرامة تشهير، لأن الشخص اللي بيعرف أن مصيره هو بيعبث ما رايح يتلقى عقوبة رايح بيكرر، لكن لابد يكون في عقوبة رادعة بحيث أنه لا تسوي له نفسه السنين القادمة أنه يعمل ما يعمل من العبث. جميل. وللتأثير على السوق وعلى ملاك الإبل الآن ما حد يتجرى أنه يقدر يشتري له بكرة إلا بعد أحسن من قبل المختصين في عن العبث. نعم يجب أن يوقف عند حد. جميل. مبارك أبو سيف، أنت أيضا من الأشخاص المتواجدين دائما في لجان الميدان الخارجية، كيف تشوف التجهيزات المعدة لمثل هذه الأمور مثل آفة العبث وهذه التجهيزات؟ طبعا أخوي أبو هلا ذكر أنها انقطع من السوق من عدة سنين. نعم هم هو اللي انقطع من السوق الحال، انقطعوا كل الرجال اللي يعرفون البيع والشراء وكل الناس اللي لهم باع طويل في هالمكان انقطعوا. بعدين اللي يعبث هذا بالبهيمة هو شيء في هناك نهي عن تعذيب البهائم حتى في الذبح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد شفرتك ورح ذبيحتك، يعني والإحسان والرفق بالحيوان ما يجب أنه يسوى بالحلال كذا. وبعدين ذا اللي يعبثون ذا ترى مهم بها البل، رعى البل بينه وبينها إلفة ومحبة، ولا يقدر ولا يرضى أنها تهان حتى من شيء. يا رجل حتى لو ضربت ناقتك بعصا يتهاوشون عندها الناس، كيف تمسكها وتقعد تحقونها وتقطع وجهها؟ هذا مو بصاحب بل، هذا مو براعي بل، هذا ناس دخيلين علينا أغراهم الجشع والطمع، وإن شاء الله أن الله يصرفهم من هال الطريق، وهم راعي ينصرفون. نادي البل أخذ نجرات صارمة، والملاك كلهم متعاونين والإعلاميين متعاونين وكلنا متعاونين في إنجاح هالمهرجان وهالنادي، لازم نتعاون كلنا لإنجاح النادي ومهرجاننا. فرعى البل والله ما يرضى انها تهان صحيح او يقطع وجهها او يمسس او يا اخي انت لما انت تشوف صاحب البل الصحيح رعى البل المشارك رعى المزاينات لما اصبح علفها ثم نفش عوفها ثم هوبلها جاتك تلاعب، ما مثل ما قال شلت ابن ضبيه ما زينت بالحلاقه واسود الفوه، زين صورها جيل للملك خالقها ما جابها القرب من ليته ومن الاول، والله هلا بشكاكات مصدقها يا اخي. اهل البل اللي شراها واللي ملكاها نعم ما يعبثون فيها صحيح، ولا يرضون انها يعبث فيها، ولا يرضون انها تهان، ولا يرضون انه يؤذيها. البل اليفه تحب صاحبها، اذا جاها بعد مشوار او بعد منع. انا اذكر اهل البل واحد ابو عايض البقمي يقول يا امرض فجتها عقب شهرين في المستشفى وظهرت جيت عقب شهرين فخلت حوارها وجاتني، ولها قصيدة يقول خلت حويرها الصغير وجاتني إلين قال فيها حطت مشغول لحيها على راس متني. رعى البل ما يرضى انها تهان ولا يرضى انها يعبث فيها ولا يرضى انها تمسس ولا يرضى انها يا اخي حتى لا اضطر شلها حاول يفرشها وياخذ الونش الهيدروليك ذا عشان ما يسحب الونش الاول يشلها على طول ينزلها. العابثين مهم بهالبل هذا لا دخيلين على أهل الإبل نعم. وعلى المجتمع وضروا الأسواق وضروا أنفسهم، وأسأل الله لهم أن يغفر لهم ما بدر منهم نعم. وأن يصرفهم من هاللافة اللي راح ينصرفوا إن شاء الله منها. الموضوع هذا خطير مبارك، وإن شاء الله راح أيضا نتكلم فيه مع والله لازم نشبه الموضوع ده. وموضوع قوي إن شاء الله، وراح أيضا تصل الرسالة لجميع المشاركين وجميع أيضا المشاهدين. مشاهدينا الكرام وايضا محلينا، نبغى نسمع اراء الملاك واراء المشاركين معنا زميلنا سلطان العتيبي من منصه الملاك ومع احد المشاركين سلطان ابن محمد ابن رحيمه، خلنا نسمع اراءه وانطباعه حول المشاركه. شكرا لك سعيد من منصه الملاك، التحق بنا الان سلطان ابن محمد ابن رحيمه السبيعي ابو فيصل احد ملاك الابل المعروفين. نرحب فيك اليوم الف حلو انتاجه
فحلو بناتك، كيف شفت العرض بشكل عام في خامس ايام مهرجان الملك عبد العزيز الابل؟ مرحبا بك ومسهلا، ونقول عسى الله يطول عمر حكامنا ويعزهم ولا يعز عليهم ويبيض وجيههم، واللجان المنظمه والشيخ فهد بن حثلين على هالتنظيم الراقي اللي يعطي هلل بالمكانتهم وحقهم، وهذا ما هو بغريب على حكامنا ولا على المنظمين والقائمين كلهم في هالمهرجان. نقول لهم شكرا وبيض الله وجيههم، لا لقينا تعب في الدخول ولا لقينا تعب طال عمرك في المنصات، المنصات مفتوحة وبوفيات مفتوحة والقهوجية والماء، وتسنك الحمد لله في أفضل مجلس في مجالس بلادك. تستاهلون يا أبو فيصل، أنتم كم لك وش يعني لكم مشاركة الفحل وإنتاجه في هالنسخة من مهرجان الملك عبد العزيز الابل؟ والله طال عمرك يعني ان الشيء الكثير، هذا هو طال عمرك الاساس. اذا طال عمرك انك منتج في حلك، منتج صح ونافست وقيم ورجال حلالك، هذه طال عمرك البذرة الصحيحة. لا بذرت صح ظهرت صح، والحمد لله هذا توفيق وقرار صايب من اللجان العليا المنظمة اللي اختارت البعير وبناته. ونقول طال عمرك عسى الله يبيض وجيههم ويقوي عزايمهم وشيء يشكرون عليه. وش اللي تغير في نسخ المهرجان السابق عن النسخة الحالية؟ تغير الكثير، تغير الكثير. بوابات طال عمرك ثلاث بوابات الحين ما عاد نلقى زحمة، ومنصات طال عمرك ضخمة، والله متغير الكثير الكثير، وكل سنة أفضل من السنة اللي قبلها. لله الحمد والشكر، وياك الله يطول عمرك، ومشكورين مشكورين والله يبيض وجيهكم، ودائما في الحدث وتنقلونه بالصوت والصورة، وشكرا لكم. الله يسلمك. مشكور. نعم سعيد، شكرا لمالك الابل محمد بن سلطان بن رحيم السبيعي من منصة الملاك. ارجع لك الآن بالصوت والصورة يا سعيد. شكرا لك سلطان، شكرا ايضا للمشارك سلطان ابراهيم على الكلام الطيب الغير مستغرب منه. طبعا مشاهدي الكرام، قبل نطلع للقاءات كنا نتكلم عن آفة العبث مع محلينا، معنا ايضا جهز اكثر الملاك والمشاركين يضع اللوم على الوكلاء، رايك؟ صاحب الابل نعم لا يجد الخبرة الكافية في الابل، فهو لازم يدور الوكيل والخبير والبدوي في الابل، ما هو بأي وكيل إن يلقاه في الشارع ولا يلقاه يمشي يقول أنا أعرف يحطه. صحيح، لازم يجيب الإنسان صاحب خبرة. اي نعم، صاحب هواية يحب الهواية هذه يحطه، وبعد هذه يشرف عليه. صحيح، لأن الإشراف صاحب المنقية وصاحب الإبل من أهم حاجة في جميل. عناصر الإبل جميل، لأن الإبل في كل شيء لازم تهتم فيها. اي نعم، في أكلها، في مراعها، في جلاتها، في شحمها، في دبرتها، في كل شيء. نعم، اذا ما لقت الاهتمام هذا منك لا بتضعف البل عندك. نعم صحيح. ايضا اخوي جهز، ان من شروط هالمهرجان انه يضع المسؤوليه، وتحت المسؤوليه انه تحت المالك هو المسؤول عن ما يحصل في منقيته او مشاركته، اذا كان عنده عبث او شيء الوكيل خارج الموضوع، المسؤول الاول والاخير اللي هو مالك الابل. طبعا احنا معنا ايضا زميلنا عبد الله العرجاني، ومجهز معنا احد اللقاء مع المشاركين من منصة الملاك. زميلنا عبد الله، شكرا للزملاء في الاستديو، حياكم الله مشاهدينا. في هذه اللحظات يتواجد معي محمد بن غازي المقاطي. مسيك بالخير ابو غازي. الله يمسك بالعافيه ان شاء الله. ابو غازي، الموسم الماضي حققت المركز الثاني في الفحول، السنه دي وش تقول جمهورك؟ والله ان شاء الله ان من مركزنا، وان شاء الله منه وطيب ان شاء الله. مركزنا اللي العام وطيب ان شاء الله، والفحل وهذا اول انتاجه حقائق مفاريد. ابو غازي، انت اشتريت الفحل بقيمه رخيصه، وكم عليه الحين وكم اشترى؟ والله اشتريته ب 150 وهو صغير، والان علاه من المليونين وفوق. ما شاء الله تبارك الله يبارك. وش تتوقع مركزه في هالموسم؟ الاول ان شاء الله. تستاهل. هل فيه شيء من بناته فرديات تنافس على المراكز الأولى؟ نعم، فيه فرديات إن شاء الله فيه، وفيه فرديات عند ناس ضربوا عندنا بيشاركون السنة ذي في الفرديات وبينافسون على المركز الأول إن شاء الله. كم أعلى مبيعات على بنات الفحل؟ والله احنا ما عرضنا شيء للبيع، والأسوام عندنا قوية، يعني قوية طيب قوية، يعني ما من مبالغ قويه، لكن ما عرضنا شيء للبيع لحد الان.
شكرا لك ابو غازي ونتمنى لك التوفيق والمركز الاول ان شاء الله. الله يجزاك خير ويعافيك. شكرا لكم، عوده اهل الزملاء في الاستديو. حياك الله عبد الله، شكرا لك وشكرا لضيفك محمد غازي المقاطي. للامانه سمعنا هذه الانطباعات وهذه اراء المالك وايضا اراء الشبل عند ما ساله زميلنا المذيع عبد الله، كان يتمنى الاول. للامانه هذه امنيات جميع المشاركين والمنافسين في هذا المهرجان، وانا اقول ان جميع من دخل هذا الميدان ان الاول وفايز بمشاركته في مهرجان الملك عبد العزيز. معنا زميلنا ايضا المحلل حمد بن شير المري. ابو هلا ابو هلا، نادي الابل اصدر امس عقوبات صارمه وايضا اصدر تشهير للعابثين، رايك وانطباعك انت كمحلل؟ والله طال عمرك العبث ردعه واجب على كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ان قال من غشنا فليس منا. نعم، ما دام انها طول الله عمرك لا يجب لا دينا ولا اخلاقا ولا طول الله عمرك، فهذا لازم اجراء يتخذ صارم ضده ولا احد يتهاون فيه ابدا، ولا يكتفون بحرمانه من المشاركه، حرمانه من المشاركه ما يضره بحاجه. يعني انا فيه فكره، هي شريحه، جيب له دكتور مثل ما عبث، بيجيب له دكتور بيشل الشريحه بيركب شريحه جديده وبيبيعها على مالك ثاني ما ضروه بحاجه. اي نعم، فاذا كان العبث يبون له رادع يصير له رادع مبلغ مالي مقابل حجز المطيه حتى ياتي المبلغ. اي نعم. طيب والتشهير باسم العابث والاجراء هذا؟ التشهير لابد من تشهير، ما راح شوف، اولا واخيرا تشهير. اي نعم، التشهير بالنسبه للفحل وانتاجه، فحل وانتاجه ما دام فيه استعاره هذا يرجع لهم، واكيد انهم رايحين يتخذون قرارات فيه. نعم، لانه انت بتشهر بصاحب البعير وصاحب البكره غير. نعم، ولكن ان فيه بند، فيه بند مذكور من قبل، يعني هم ما قصروا. نعم، فيه بند انت المسؤول الاول والاخير. نعم، من البكره المستعاره اللي انت مستعيرها انت المسؤول اذا كان فيها شيء. فالواجب على الناس انهم يفحصون الحلال المستعار قبل دخوله الى اللجنه. صحيح على كلامك اخوي حمد. ابو هلا، طبعا عند مذكره البنود اذكر انا البند 14 من شروط المهرجان اللي هو ان مالك الفحل وانتاجه هو المسؤول الاول والاخير عن الاستعاره، والمسؤول عن قبل مشاركتك تاخذ البكره المستعاره او الوعود وتروح تفحصها لين تتاكد تمام التاكد وتشارك بها مثلك مثل بقيه المشاركين، وينطبق عليك شروط جميع الفئات. معنا ابو سلطان عايض الهاجري، سمعنا امس ايضا اللي هو العقوبات الرادعه من نادي الابل، هل تتوقع ان العقوبات هذه كافيه؟ والله انا اتوقع ان نادي الابل مهتم في القضاء على العبث بانواعه، وان شاء الله السنوات القادمه تسمعون ما تسمعون فيه عبث. نعم، لان العقوبه الرادعه سوف تقضي على العبث، والعبث مشكلته معقده، يجب محاسبته بشده والقضاء عليه. أساس كل شخص إنه يتمكن من شراء البكرة ولا البعير ولا هو ما عنده خوف إنه معبود فيه. نعم، نعم. وهذا عزره في البهايم وسوء لسمعة الجائزة، وسوء لسمعة الإبل. نعم، هالعبث مشكلته كبيرة. طبعاً أبو سلطان تكلمنا عن العقوبات والجزاءات، خلونا ننتقل وياكم الزملاء، انتقلونا بالكاميرا إلى عضو لجنة الجزاءات والعقوبات ذيب أبو سلطان، ونشوف وش عندهم ونشوف كلامهم ومن ثم نعود إليكم. العقوبات والجزاءات وكيف تستقبلون الحالات؟ الحالة الحقيقة يتم استلامها مثل ما يعني وضعتم تقرير يمكن اليوم أو أمس حسب ما فهمت منك من مع الدكتور عبد الله الحواس وزملائه في اللجنة الطبية. فأول ما يتم وجود حالة العبث يتم إحالة الحالة مباشرة إلى اللجنة، واللجنة تنظر فيها وتطلب وتستدعي بعض من يعنيه الأمر من اللجنة الطبية، وهذا متمثلا بجميع المستندات التي تثبت الحالة سواء من وجود حالة العبث أو غيرها. وإذا تم اطلاع اللجنة على هذه الحالة مدعمة بالمستندات والتصوير وما يثبت الحالة اجتمعت اللجنة وصلت قرارها بهذا الشكل. طيب فضيلة الشيخ، هل يتطلب نقل الحالات اللجنة الجزائية والعقوبات تقارير وأشعة طبية للنظر فيها؟ بلا شك، بلا شك، لأن الدعوة بلا بينة لا شك أنها غير مقبولة،
لابد من وجود ما يثبت هذه الدعوة، سواء من أشعة، من تصوير، سواء من أخذ رأي خبراء العبث، بلا شك أخذ تقرير اللجنة الطبية في يعني في مضمونه، لأن هم الجهة التي لديها الخبرة الكافية في كشف هذه الحالات. وهذه لا يقبل القول الخالي من البينة والدليل، لابد من تصوير حالة العبث وكان في حقن، يعني ما يثبت وجود هذه الحقن وهكذا. كم حالة تم النظر فيها؟ والله إلى الآن تقريبا حالتين أحيلت إلينا، ويمكن أن يكون هناك حالة أكثر، لكن اللجنة إلى اليوم ما وصلنا إلى حالتين. ما هي الإجراءات تأخذونها مع المالك إذا ثبت في وجود حالة عبث؟ بلا شك المالك له أن يجتمع مع اللجنة كيفما أو متى ما أراد، ويتم الاتصال بهم عن طريق سكرتير اللجنة، وعند حضوره وبيان يعني ما يثبت أو يدعم موقفه تنظر اللجنة في قوله وفي كلامه، وتدرس اللجنة جميع الخيارات المطروحة، وبعد أن يثبت لديها وجود المخالفة يصدر قرارها سواء بالإجماع أو بالأغلبية. أعضاء اللجنة ما هي تخصصاتهم؟ بلا شك أعضاء اللجنة تخصصاتهم الشرعية وقانونية، دراسات عليا أو بأحد الهاتين الشهادتين، وهم أصحاب خبرة ومؤهلين، نرجو الله لهم التوفيق. فضيلة الشيخ، هل تتقبلون شكاوي المشاركين ضد لجان التحكيم؟ مما لا شك فيه، يعني اللجنة الأصل فيها أنها محايدة، تسمع رأي المشاركين اللي وقعت عليهم المخالفة، وتسمع رأي اللجنة الطبية وخبراء العبث، وفي نهاية المطاف لا يمكن أبدا أن يظلم أحد، يعني ما جئنا هنا بإذن الله إلا لمحاولة التسوية والعدالة بين جميع المتسابقين. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن أن يسوى بين العابث وغيره، تحقيقا للعدالة وتحقيقا للمساواة بين جميع المشاركين، إذ لو سوي العابث بغيره لما أصبح المشاركة قيمة، ولو مرت المخالفة بلا عقوبة كذلك ما أصبح المشاركة قيمة، ولا توج من لا يستحق التتويج، ولا تصدر من لا يستحق الصدارة. وبلا شك مطلب الجميع بلا استثناء، سواء من اللجان المشاركة في هذا المهرجان أو سواء من القائمين على هذا المهرجان أو حتى من المشاركين أو من الجمهور، الجميع يبحث عن المساواة بين جميع الأطراف، ولا يمكن أبدا أن يتقدم من لا يستحق التقدم. وما في هنالك أحد من المشاركين أو من أعضاء النادي أو القائمين على المهرجان أو حتى من اللجان القائمة إلا ويتمنى خلو هذا المهرجان من حالات العبث والرقي به إلى مستوى يصل إلى يعني حضارة الإبل وتاريخها. والناس بلا شك يرغبون أن يكون التتويج تتويج عادل، واللجنة ما وضعت في الحقيقة إلا لبحث المساواة بين الجميع وإخراج إن شاء الله المهرجان بالشكل اللائق. فضيلة الشيخ، بعد وصول الرصد إليكم والتأكد من وجود حالات عبث وغش، ما هي العقوبة التي تترتب على ذلك؟ هذه سيعرفها العابثون، سيعرفها إن شاء الله العابثون في وقته. يروح لهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد ما سمعنا أيضا كلام عضو لجنة الجزاءات والعقوبات ذيب بن سلطان الدوسري. هذه اللجنة لأول مرة في عالم المهرجانات اللي هي لجنة العقوبات والجزاءات. طبعا تكلمنا عن العبث وإصدار الجزاءات والعقوبات من هذه اللجنة. طبعا لجنة أعمالها تأخذ تقرير مفصل من اللجان الطبية عن حالة المشارك، وأيضا تطلب المالك وتأخذ أيضا منه الكلام، ومن ثم إذا ثبت ما أدلت فيه اللجنة الطبية تصدر وتطبق الجزاءات والعقوبات. طبعا هذه اللجنة لجنة مستقلة، لجنة محايدة عن لجان المهرجان، تستقبل أيضا هذه اللجنة الشكاوي من أيضا الملاك والمشاركين ضد أي لجنة من اللجان، هي تعتبر الحكم الفاصل في مثل هذه الأمور، مثل ما تصدر أيضا عقوبات وجزاءات على الملاك.
هي أيضا تستقبل شكاوي أيضا الملاك والمشاركين. طبعا عودة إلى الزملاء في التحليل. مبارك، سمعنا كلام عضو لجنة الجزاءات والعقوبات، تعليقك؟ طبعا سمعنا كلام الشيخ وسمعنا التشهير وسمعنا هالوقفة الصارمة من نادي الإبل، وأنا نعرف النادي الإبل يعد جهة رسمية ولا عنده الاستطاعة أن يقف يتفرج في هالحلال وهو يعبث فيه ويعذب. هذه شيء واضح. بعض الناس المعارضين للشيء هذا يقولون ليش يشهرون بهذه الألعاب؟ يا أخي النادي ما عنده الاستطاعة أنه يقعد ويستلم هالمهرجان بهالشكل وتجي تعذب ابلك أو تجي تعذب ابل الناس. الأمور ذي انتهت، الأمور ذي انتهت، رايح هذه عقوبات صارمة. وسمعنا التراخي وعدم التشهير وعدم الردع لا استمروا على ممشاهم. احنا ما نبي احد يستمر بالخطأ، الخطأ لازم يوقف. في مهرجاننا الجميل الكبير العالمي لازم يوقف كل عابث، ولازم يوقف اي واحد بيخرب صفو هالفرحه وهالمشاركه وهالناسة. اجتماع يعني تظاهره ثقافيه اجتماعيه تجاريه عالميه لازم احافظ عليها، ولازم يحافظ عليها النادي بكل المقاييس. النادي ممثلا في الشيخ فلاح بن حذلين واعضاء الكرمه طبعا وضعهم ولي الامر خدمه لنا والملاك الابل والمهرجان اللي نرتقبه بفارق الصبر. جميل جميل مبارك، يا ريتك ما تقاطعني. لا لا جميل، لان الوقت احنا الان في اخر الدقائق، في اخر دقيقتين من استديونا لهذا اليوم المباشر. طبعا معنا جهز بن هضيب. جهز، ما رايك في استحداث هذه اللجنه؟ هذه اللجنه هذه من اروع اللجان. نعم. لمكافحه، عطنا بالله رايك على عجاله. ايه، لمكافحه الظاهره هذه اللي ودكنا تنقطع وتنقرض من السوق. نعم. ومن مجتمع البل ومن عالم البل. جميل، فنشكرهم على جهودهم اللي يقومون بها. جميل، ونسال لهم التوفيق. يعطيك العافيه. حمد، سبت الله عمرك، رايك في استحداث هذه اللجنه هذا العام؟ الله يبيض وجيههم اللي استحدثوهم، والله يبيض وجيههم هم كذلك. وهذا جهد ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا كان لجنة محايدة ما ترضى لا للمالك ولا للجنة البيطرية. نعم. فلجنة محايدة تقنع بما يرضى الله. نعم. ويجب على المشاركين أن لا يفحص أو لا يرفع شكوى لمحل ثاني أو لبيطرة ثانية خارج المهرجان. أضافوا لك كل شيء موجود. نعم. إذا عندك دلائل خذ من المهرجان وفي المهرجان. جميل. عايض الهاجري، رأيك في استحداث هذه اللجنة أنها تكون الحكم والفاصل بين المالك وأيضا اللجان؟ النادي والقائمين على المهرجان انهم يسعون لما فيه الصالح للابل ولاهل الابل. جميل، وهذا شيء جيد، استحداث لجنه لمتابعه العبث ومعاقبه العابثين. نعم، هذا شيء لا بد منه. يعطيك العافيه ابو سلطان، يعطيكم العافيه محلينا. الله يعين لجنه الجزاءات، الله يعين اللجان المشاركه، وبالتوفيق لجميع المشاركين. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في اليوم الخامس من عرض الفحل وانتاجه لون الصفر. ان شاء الله غدا راح ان شاء الله يكون معكم تحكيم لون الحمر لفئه الفحل وانتاجه اللي راح نختم فيها هذه الفئه، وراح ننتقل معكم بعدها ان شاء الله لفئه الفردي دق ابتداء بلون الحمر ان شاء الله في نفس المكان والزمان. نترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلوا عزايا لعزيز الجناف.
ميدكم مبني وحدة مثل حد الشباب الفخر في مهرجان المؤسس للركاب والشرف واضح لجمع النشامة ما بضى في مصافحة الملك صاحب الميد المهاب عز يا لسن يشرف وفخر ما كفى والمزاين حان لم نافس الجرد الرقاب والنشامة Slam up.